أو معنوية. دي حقيقة انه الوزارة لابد ان تتابع، ولكن مصر عاشت فترة طويلة جدا تتبنى مدخل الإدارة المركزية، والإدارة المركزية معناها ان جهة واحدة تتحكم في مصائر جميع العاملين في الدولة من أسوان إلى الإسكندرية. ولك ان تتخيل ان ديوان واحد في القاهرة يتحكم في مصير كل هؤلاء الناس وما يترتب على ذلك من تعطيل وتأخير للأعمال. تطويرا للإدارة في جميع قطاعات الدولة، مصر سنة 1995 خدت قرار بأنه كل إنسان يتحمل مسؤولياته ويقوم بأعماله. دواوين الوزارة هي دواوين تخطط وتضع القوانين والقرارات، أما دواوين المحافظات فهي الدواوين التي تعين المعلم، وهي الدواوين التي تصرف له الراتب، وهي الدواوين التي تدربه، وهي الدواوين التي، وهذا لا يعني أن الوزارة لا تتابع ولا تراقب ولا تحاول أن تساعد المحافظين والمحافظات في حل مشكلات المعلمين. طيب نرجع تاني بعد إذنك، يعني عايز تقول لي في النقطة دي عشان أرجع تاني للنقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها. بتقول لي إن وزارة التربية والتعليم بتفكر في إن هي المفروض يبقى ليها دور أكتر من كده. مش بتفكر، لا هي قايمة بهذا الدور. لا، ما هي حضرتك لا بيقول لك لا لا الوزير قال لهم بقى أنا مش دعوة بالفلوس. يعني ليس، يعني أنا جايز حضرت مثل هذا اللقاء وأحب إن أنا أوضحه. هو دائما الوزير أستاذ جامعي وبيحاول إنه يعني ينقل المعلومة الصحيحة لمن يجلس أمامه يعني. فهو قال لهم يا جماعة ميزانية وزارة التربية والتعليم 41 مليار، 39 مليار بتتجه مباشرة من وزارة المالية إلى المحافظات، إلى المحافظين، لا تمر على الوزير. ال 39 مليار دي هي مرتبات المعلمين. يعني بمعنى آخر الوزير لا يستطيع أن يعين معلم لأنه لن يستطيع أن يعطيه راتبه، راتبه سلطة المحافظ. عظيم. فقال لهم يا جماعة تعيين أي معلم أو تثبيته هي مسؤولية المحافظ. وبالرغم من كده الوزارة خدت المبادرة وصنعت قرار يشجع المحافظين على تثبيت هؤلاء المعلمين، واستجابت معظم المحافظات وتم تثبيت المعلمين وحلت هذه المشكلة. يعني أنا مستغرب ليه هذه المشكلة مثارة، دي حلت من شهور، من شهرين أو ثلاثة. نرجع تاني بعد إذنك، الحد الأدنى حد حضرتك الأعلى، وصفتني إن هو في حدود 1.70 جنيه، ده اللي هو لا بيتعامل أنا لا أملك رقم ولا أستطيع في إن أنا حدود. لا أؤكد رقم. أنا أعرف إنه كان ولم يعد هناك، كان هناك بسبب إيقاف تعيين المعلمين أو موظفين خلاص في واضح الدولة لفترة، حضرتك، أنا عايز كان هناك نوع من المعلمين أيوه فهمت، تعاقدت معه المحافظات وليست الوزارة، خلاص واضح ده. وانتهت مشكلة هؤلاء الزملاء دكتور خلاص. رضا، أيوه، الماكسيموم إيه بقى؟ لأن الماكسيمم مرتبط بدرجة المعلم حلو، اللي هو كام؟ ومرتبط بأدميته. لا أنا يعني أنا أغلب ظني، أنا معرفوش، ولكن أغلب ظني إنه المعلم الخبير النهاردة بياخد أساسي مرتبه وبياخد عليه 335% من هذا الأساسي. تحسبها أنت لو أنت بتاع محاسبة، أنا مش بتاع عظيم. محاسبة، لا أنا راجل ما أقدرش إعلام ما وما أقدرش يعني يعني آه ما أقدرش أحسبها لأني أستاذ مناهج وطرق تدريس ولست تمام. خبيرا في المحاسبة. إنما أقدر أكد لك أنه أعلى من مرتب قرينه الموظف العادي في الدولة بمرة ونص على الأقل. أصل يا دكتور رضا معلش يعني سامحني، تفضل. إحنا في وسط إضراب وفي وسط مشاكل، والناس ما بيدا المدرسين ما بيدرسوش، او بعض المدارس ما فيهاش تدريس، والناس عماله تتكلم في فلوسها، ولحد دلوقتي احنا مش عارفين هما بياخدوا كام ماكسيمم وقال لي ايه. يعني هما بيتكلموا في مشاكل كتير طبعا، بس من ضمن الاهم الاسباب هو الفلوس، ان انا عايز ابقى يعني. هو من ضمن الحاجات اللي بيقولها لي امبارح، اللي هما بيقولوها امبارح، انه يا جماعه احنا عايزين نبقى مرتاحين عشان نعرف ندرس، عايزين نبقى اولادنا بندخلهم مدارس وعارفين نصرف عليهم عشان نعرف ما يبقاش في دروس خصوصيه. هل في قانون في مصر بيجرم الدروس الخصوصيه؟ لا طبعا مفيش. مفيش قانون، لأن الدروس الخصوصية ليست إلا علاقة بين ولي الأمر والمدرس بهدف فوز ابني وابنك في مسابقة لدخول كلية من كليات القمة في الجامعة. الدروس الخصوصية لم تصنعها وزارة التربية والتعليم، ولا يوجد في وزارة التربية والتعليم أي قانون أو أي قرار يبيح أو يجرم، لسبب بسيط جدا، هي ليست مشكلة وزارة التربية والتعليم، هي مشكلة العلاقة بين
الثانوية العامة وبين الجامعة. عدد الطلاب في الثانوية العامة كبير جدا، عدد الأماكن في كليات القمة في الجامعات محدود. جميع أولياء الأمور في مصر يتصورون أن أبنائهم لابد أن هم يدخلوا كليات القمة، فالمسابقة مسابقة صعبة، فكل ولي أمر بيحاول يبحث عن وسيلة ابنه يفوز بها في هذه المسابقة حتى يدخل كلية من كل من هذه ده الكليات. ده جزء خاص بأولياء الأمور، إنما الجزء الخاص بالتربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم إننا في عندنا كم كبير جدا بيوصل ل 120 تلميذ في الفصل. ده الماكسيمم طبعا. حقيقي. يعني الراجل ده يعني مع احترامي طبعا، معلش انا يعني كلنا بنضحك لما بنقول ان في نفسي اشوف الفصل ده 120 تلميذ ازاي. تعالى طبعا الاستاذ مش عارف يوصل. تعالى بينا يا استاذ اشرف نرجع الى فتره ما قبل ظهور الدروس الخصوصيه، كنا كذلك ايضا. وكانت الدروس الخصوصيه جريمه مجتمعيه بدون تجريم قانوني. كان المدرس حضرتك كان دي يعني. دي قبل ال 30 سنه اللي فاتت، قبل 30 سنه مباشره كان التلميذ يعني لما اللي بياخد درس خصوصي لا يصرح بذلك لانه معناه انه تلميذ خيبان، وكان المدرس اللي بيدرس درس خصوصي لا يصرح بذلك لان معناه انه تلميذ انه مدرس بيخون مهنته. وكانت المدارس اقل في من المدارس الموجوده في العدد، وكانت الكثافه في بعض المناطق لان هي الكثافه في مناطق معينه. مناطق مزدحمه بالسكان لا توجد فيها مساحات ارض لبناء مدارس، ومن على سبيل المثال الجيزه اللي احنا قاعدين على ارضها. هذه مشكله مزمنه بتحتاج الى حل، ولكن ليست مشكله ليست نقص المدارس هو المشكله، او حتى ضعف الاداء كما يردد البعض، رغم ان هذه مشكلات مهمه جدا، ولكن المشكلة هو أن الدروس الخصوصية لها بعد مجتمعي، ولها بعد مرتبط بالقبول في الجامعات، ولها ثقافة تحكمها وهي ثقافة كليات القمة وكليات القاع، وهذا بعد لا يعني لا تستطيع وزارة التربية والتعليم أن تسيطر عليه إلا إذا تغيرت ثقافات المجتمع. أنا كنت في زيارة لإحدى الدول الأجنبية، أمريكا وهي دولة كبرى جدا. تعرف أمريكا الكليات فيها هي إيه؟ جميع الطلاب في المرحلة الثانوية في أمريكا لا يريدون دخول كليات القمة اللي عندنا. كليات القمة عندهم هي التجارة والحقوق، كليات البيزنس. لدرجة أن أمريكا بتحاول تبحث عن وسيلة لإعادة الطلاب إلى كليات الطب والهندسة بسبب إصرار الطلاب الأمريكان على الانخراط في كليات البيزنس والقانون، التجارة والحقوق. إحنا عندنا البوصلة المجتمعية تريد أن تتغير، يعني يجب على ولي الأمر أن يدرك أن النجاح هو النجاح في أي مكان، وأنه الناجح في كلية التجارة زي الناجح في كلية الطب، وليس المستقبل ينحصر في كليتين عشان أضيع أهم من الناس بتخش كليات القمة وفي الآخر بيشتغلوا حاجة تانية خالص. فهي قضية مجتمعية وليست قضية تعليمية فقط. يعني حضرتك بتقول لي دلوقتي أنه ما تتفائلوش قوي ان احنا في ظل الفتره اللي جايه انه الدروس الخصوصيه تنتهي مثلا في يوم من الايام. لا ارجو يعني 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 اللي انا بقوله يعني انا انتقي كلماتي لاني حريص. انا ما قلتش، انا دايما متفائل ولا احب ان انقل الى الجماهير عدم التفاؤل. انا بس اوضح ان هذه المشكله لابد ان تحل عن طريق جهد مجتمعي. لابد ان يشارك ولي الامر مع وزارة التربية والتعليم، مع وزارة التعليم العالي في حل هذه المشكلة، لأنها ليست مشكلة جهة واحدة. عزيز. إنما دايما هناك حل وهناك تفاؤل. وأحب لو أنت عاوزنا نعكس بقى يعني عدم التفاؤل اللي أنت بتقوله. أنا أحب أقولك أن الدروس الخصوصية ظهرت مع الثانوية العامة زمان، ثم انتقلت كعدوى إلى المرحلة الإعدادية، ثم المرحلة الابتدائية، ووصلت حتى للكي جي ورياض الأطفال. القضاء عليها لن يكون أيضا إلا بالثانوية العامة، وفي مشروع جديد للثانوية العامة بيتم الآن دراسته بين وزارة التربية والتعليم وبين وزارة التعليم العالي، وبيتم تجهيزه للعرض على المجتمع لمناقشته. هتتحول فيه الثانوية العامة إلى مرحلة منتهية، وكأنها زي الدبلوم، لا يرتبط المجموع فيها بالدخول للكلية. يستطيع طالب الثانوية العامة إذا حصل على 60% أو 70% يدخل أي كلية يريدها، إن شاء الله كلية الطب، إن شاء الله كلية الهندسة. ده النظام الجديد حاليا. ده النظام المقترح للدراسة. حلو قوي. لأنه هيدرس في الثانوية العامة ما عادش هيبقى علم وأدبي. ده هيبقى أربع مجموعات، مجموعة طبية الطالب سوف يدرس تشريح وهو في الثانوية العامة. تمام. إذا أراد أن يدخل الطب. مجموعة هندسية هيدرس رسم هندسي. حلو قوي. مجموعة قانونية هيدرس قانون
في الثانوية العامة هيبقوا 4 مجموعات. الطالب اللي يريد يدخل كلية يختار المجموعة اللي تؤهله لهذه الكلية. تمام. يجيب أي مجموعة إن شاء الله يجيب 60%. إمتى ممكن نطبق ده؟ ما فيش مشكلة. هذا المشروع قيد الدراسة بين الوزارتين. ولكن كل المطلوب من هدوء الأوضاع واستقرارها بعد الثورة حتى يمكن يعني هذا التغيير. لأن هذا التغيير التغيير الصناعة العامة تغيير بيهز المجتمع كله وبيحتاج مناقشة واسعة على مستوى مجتمعي. إذا طبق هذا المشروع قضي على الدروس في الثانوية العامة لأنه خلاص ما عدتش محتاج. ابني يعني يقدر يجيب 60% بسهولة جدا لوحده. تمام. وإذا ماتت الدروس في الثانوية العامة سوف تموت في جميع المراحل. تمام. وسوف تكون نهايتها مثل بدايتها تماما. دكتور رضا المخرجة بتقول لي الفقرة خلصت. أنا عندي 500,000 سؤال بس آخر حاجة بس بعد إذنك. أنا عايزك تنقل لي إيه اللي حصل امبارح بالظبط، لأن أنا شايف في الصورة النهاردة في الجرايد كم كبير جدا كان قدام مجلس الوزراء بيقال انه في انضم ليهم بعض المضربين في النقل العام. ايه اللي حصل؟ هل انا عرفت انه رئيس الوزراء طلب من المستشارين في التربيه والتعليم ان هم يجوا يحضروا، منهم حضرتك برضو، مش مستشارين لان ده نوع من المصطلحات الخاطئه اللي بتردد في الاعلام. حلو. طلب بعض ممثلين بعض من وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم ليس بها مستشارين، وأنا أكرر ده عشرات المرات. بعض الممثلين من وزارة التربية والتعليم. ذهبت أنا باعتباري رئيس قطاع التعليم. أيوة. وذهب معي زميل مساعد الوزير للتطوير الإداري. أي. وانتظرنا في مكتب رئيس الوزراء من الساعة 10 صباحا. أيوة. حتى الساعة 6 مساء. على أمل أنه مجلس الوزراء سوف يأتي بمجموعة 5 أو 6 أو 10 من الزملاء. أي. لكي نستطيع أن نبحث معهم أسباب الإضراب. نعم. وطرق الحل، لأن كتير من أسباب الإضراب تم حلها. إذا تبقى شيء فهو محتاج تشريع قانوني. مجلس الوزراء هو المكان الأمثل لأن هو اللي هيغير القانون. تمام. حصل أعضاء من مكتب رئيس الوزراء ذهبوا إلى الإخوة لكي يأتوا بمجموعة ولم تأتي. الممثل الحاكم العسكري ذهب إليهم لكي يأتي بمجموعة ورفضوا الدخول مجلس الوزراء. بعض الساسة المشهورين زي جورج إسحاق خرج إليهم لكي يأتي بمجموعة، وكان السيد رئيس الوزراء في انتظارهم للجلوس معهم ولم يأتوا حتى الساعة 6، واضطررنا للانصراف دون أن نلقاهم. دكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، شكرا لحضور حضرتك. شكرا. وعندي حاجات كتير قوي نفسي اتكلم فيها بغض النظر حتى عن الحاجات الهوى مفتوح. الهوى مفتوح. انما هقعد لحضرتك تاني ان شاء الله. الهوى مفتوح. ميرسي يا فندم. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. الاعلام ما بيعملش راي، انما هو بيعرض الراي والراي الاخر.